أوه يا حظك يا سعيدة، من زمان من زمان ما طلعت في برنامج أتكلم فيه. وأنا مثلك والله، نفسي يا سعيد بس أطلع لو 5 دقايق في أي برنامج حتى لو كان حق أطفال. وأنا مثلك والله. خلاص يا سعيد، أنا مدمن على الشهرة، ما أقدر أتحمل. وأنا مثلك بعد والله. طيب ما في أي برنامج ممكن يستضيفنا اليومين هذي ونتصبر عليه لين ندبر حالنا في برامج قوية؟ والله ما أعرف، ما أدري والله شو نسوي، بس عاد مالنا إلا الدعاء إن الله يرزقنا. قوم يا حبيبي، روح ترزق الله في الشارع، ممكن ربي يفتحها في وجهك وتصدم سيارة ويطلع صاحبها مذيع تلفزيون. وكيف صدمت سيارته؟ راح تفيدنا؟ يمكن يكون هو الغلطان وانت بعدين تسامحه، بس بشرط انه يستضيفنا في البرنامج حقه. والله ما ادري يا سعيد، بس ترى حاجه صعبه شوي. طيب يا ابن الحلال، روح جرب، احنا عندنا شيء ثاني اصلا نسويه. لا، معك حق على العموم. اجل قوم يا عمري، قوم يا حبيبي، فديتك انا، ربي ان شاء الله يا رب يفتحها بوجهك يا سعيد يا ولد ام سعيد وتصدم به. لا رجاء يا سعيدة، ما في داعي تكملي، الله يرحم والدك، إن شاء الله بنحصل على مذيع من دون حادث. الاسم صلاح الغيدان، المهنة معد ومقدم برامج، الهدف التعرف على صلاح بأي طريقة ممكنة. لو سمحت، أنت صاحب السيارة اللي هنا؟ لا للأسف، ليش تسأل؟ هو ساد عليك؟ اي نعم. والله عالم ما تستهل. راح أسأل في المحلات، ممكن ألاقي. لا ما يحتاج، خليني أتصرف، أتصرف أنا. وش بتسوي؟ أعصابك يا أبو. يا أخوي هذول ناس ما تيجي غير بالعين الحمرة. بس مو كذا. تعال في السيارة معي، تعال. يا رجل كان المفروض تصبر لين يجي المرور على الأقل. أنا بتحمل المسؤولية، بس تعال دفها معي. يلا أنت يا اللي داخل السيارة، أنزل منها ويديرك فوق. أنت صاحب السيارة؟ نعم. أثني الاستمارة، ممكن تقول لي ليش كاسر غزاز سيارتك؟ لأني نسيت المفتاح جوة السيارة. طيب على الأقل يا الذكي كان كسرت المثلث بدل ما تكسر الغزاز كامل. المرة الجاية إن شاء الله. وش تقول؟ قصدي نعم، اقتراحك صحيح. طيب الله يستر عليك. يلا خير، وش صار بالضبط؟ أبداً، أقنعته إن سيارتك مسدود عليها واضطرينا نكسر القزاز عشانها. وعلى طول اقتنع؟ وش دعوة، أنت شكلك ما تعرفني. لا والله ما أعرفك. أنا سعيد. سعيد مين؟ زوج سعيدة.
سعيد أمين. حرام عليك، طلعنا في كم برنامج ضيوف ومتسابقين، أنا اللي كنت خاسر الأسهم في مكسرات، وأنا اللي بعد انضربت في الكاميرا الخفية، وخارج زوجتي في برنامج من سيربح المليون. معقول ما تعرفني؟ والله شكلك مو غريب عليك. على العموم تشرفنا يا أستاذ سعيد، شكرا لمساعدتك، وآسفين حطيناك في موقف سخيف مع الشرطة. ولا يهمك، ماني عارف والله كيف أخدمك. بالعكس، أنت عارف كيف تخدمني يا أستاذ صراحة. أوه، أجل عرفت اسمي ها؟ بالتأكيد، من برنامج دخلت كل بيت. الله يخليك يا أستاذ، بس ما قلت كيف أقدر أخدمك؟ والله أنا وزوجتي سعيدة نحب نشارك في برنامجك. ليش؟ عندكم قضية تحبون تطرحونها في برنامجنا؟ ترى ما عندنا ضرب ولا خناقات. لا لا لا، إن شاء الله ما يصير شيء، والله قضيتنا مهمة. أجل، حياكم الله. مرحبا بكم سيداتي سادتي، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة اليوم أيها الإخوة سوف تتكلم عن المواقف الخاطئة والتصرفات السلبية التي نراها في شوارعنا، وهي في الواقع مرآة المجتمع. نستفتح حلقتنا هذه مشاهدين الكرام مع ضيفين كريمين، السيد سعيد والسيدة سعيدة، فمرحبا بكم. يا هلا يا هلا يا هلا. اسمحوا لنا أن نبدأ حلقتنا اليوم بسؤالكم عن أهم الأشياء التي لاحظتموها في الشوارع والسلوكيات الخاطئة التي حدثت أمامكم. في البداية أحب أشكرك يا أستاذ صلاح على استضافتنا، ولولا أنك شخص عزيز ما كان جينا وخلينا مشاغلنا المتعددة، لكن ما يقدر أحد يردك أبدا. بس أنت اللي طالب أن نسوي معك الحوار، ومع ذلك أنا حضرت عشانك. أنا أحب أيضا أشكرك و... نختصر الوقت وندخل في الموضوع مباشرة. أعزائنا، أعددنا تقريرا مصورا حول هذه القضية، رافقنا فيه السيد سعيد مراقبا ومشاركا في بعض الوقت، فمشاهد التفحيط والمعاكسات في الشوارع باتت متكررة، والقيادة الرعناء من بعض أصحاب المركبات أصبحت سمة ظاهرة، وكم رأينا من الذئاب البشرية وهي تضايق سيارة يقودها سائق هندي، استغلوا ضعفه للتحرش بالبنات داخل السيارة. دعونا نشاهد لقاء مع أحد الذئاب البشرية أجري بالأمس. والله الصراحة أنا أعاني من نظرة الناس لي، وخاصة إذا دخلت إلى دائرة حكومية عشان أخلص من بعض المعاملات، أو إذا أعتذر للسادة المشاهدين على هذا الخطأ التقني، يبدو أنه تم الخلط مع برنامج عالم الحيوان. نعود مرة أخرى إلى السيد سعيد والسيدة سعيدة لحين إصلاح الخطأ. ما حصل لي الأسبوع الماضي وأنت كنت شاهدا على ذلك، حينما أوقف رجل سيارته خلف سيارتي ومنعني من الخروج، لولا مساعدتك لظللت عالقا. سيد سعيد، مثل هذا الموقف ماذا يذكرك بقصص أخرى تحدث لك في الشارع؟ يعني إذا ممكن تقول لي إيش هي أبرز النقاط اللي تضايقك؟ والله شوف، مرة كنت على طريق الملك فهد، وكان الطريق مزدحم مخلوق من كثرة السيارات الواقفة، يعني جلست حوالي نصف ساعة وأنا أمشي 20 10 20. أنا قلت في خاطري شكله في حفريات أو في حادث، وكل ما مشيت شوية أقول الحين أبي أشوف الزحمة من وين، وفي النهاية اكتشفت أنه ما في حادث في طريقنا. طب إيش كان سبب الزحمة؟ وللأسف كان في حادث في الجهة الثانية من الطريق، والناس في سيبنا جالسين يناظرون حضرتهم الحادث ويتبقلون فيه وما لهم أي علاقة بالموضوع، ومسويين زحمة للناس من دون سبب. هذا ما نشاهده كثيرا. على العموم بس كأنه اللقطة الأخيرة لمحناك فيها يا سعيد. يخلق من الشبه 40. الكنترول يقول إنه هناك اتصال من إفريقيا، وفيما يبدو لي إنه أحد السحرة الذين يواصلون الاتصال بنا. نأخذ الاتصال. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الشيخ بكر أناوة روحاني. هلا هلا، كيف حالك يا أخي؟ طيب بخير، كل الحمد لله. أولا الحمد لله. أخلص، وش عندك؟ أنا أعرف من سد سيارتك عليك. عجيب، ومين اللي سد سيارتي علي؟ أولا لا، قول الحمد لله. الحمد لله. أنا أعرف من سد سيارتك عليك، وتخلي الناس يضايقونك في الطريق. عجيب، ويعني بتصابي بحوادث مرورية شنيئة. الله يستر. طيب انت تعرف ايش نوع سيارتي؟ سيارتك معروفة وانت معروف ايضا.
أنا أسألك، إيش نوع السيارة؟ أياما سوري، ليست لدي خبرة بأنواع السيارات، لكني أعرف ألوانها. طيب إيش لون السيارة اللي سدت علي الخروج؟ لونها بنفسجي. بنفسجي في عينك، وش السحر المخيس؟ سيارتي يا الحبيب لونها أبيض، أقصد سيارة الرجال، سيارة الرجال لونها أبيض. حتى لون السيارة ما عرفتها يا روحاني. روحاني، روحاني معاي؟ شكله قطع الخط، ما علينا. نرجع لموضوع الشارع وعن سلوكيات وتصرفات الناس فيه. ممكن توضحين لنا يا سيدة سعيدة كيف تكون المرأة التي لا تقود السيارة تؤدي إلى مشاكل في الطريق؟ والله المشاكل ما هي مباشرة بالنسبة لنا، لكنها في نفس الوقت مصيبة كبيرة لو حصلت. طبعاً مرة كنت مع قريباتي في إحدى الشوارع راجعين من السوق مع سواقهم في الميني فان حقتهم، ومع وقفتنا عند إحدى الإشارات لو يمكن حول 20 سيارة تجمعوا علينا، المجانين يبغون يتعرفون علينا. يعني بعض الشباب ما أدري كيف يفكر ويتوقع إنه راح يكسب قلب البنت إذا سوى الحركة هذه، وأرعب عائلة بأكملها. كأن اللقطة الأخيرة لمحناك يا سعيد فيها. أنا لا يمكن أبداً أبداً، أنا عندي زوجة بمية قمر. نتمنى أن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يقوم بمثل هذه الأعمال. وأنا أستغرب من بعض الشباب، هل يرضى مثل هذه التصرفات لأهله؟ أعزائي المشاهدين، قمنا بتعليق كاميرات صغيرة في عدد من المواقف المخصصة للمعاقين، وسوف نشاهد معا الذين يسيئون استخدامها ممن أعطاهم الله الصحة والعافية ليأخذوا مكانا خصصا لفاقدي نعمة المشي والحركة بحرية. كأن اللقطة الأخيرة لمحناك يا سعيد فيها. أنا بصراحة ما انتبهت إنها موقف للمعاقين. يا رجال، طيب الحين سؤال وأطرح عليك، سيارتك اللي شفناه قبل ما تشبه السيارة اللي سدت علي عند المحل؟ وش تقول؟ سيارتي؟ قلبي، ايوه قلبي، قلبي قلبي. فضحتنا قدام الكل يا حلو.